حيت اكبر بوزروقه اكبر بوزروقه على وجه الارض. شرشلي ناري مال متحركه. واش اخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم الدراري اليوم جبتكم الاجمل منطقه الدراري، وما نطولش عليكم. لكن انت اول مره كتشوفنا ما تنساش سبسكرايب لايك وتخلي شي كومونتير وتبارطاجي مع صحابك. المهم غادي نقلب على شي بلاصه نريح فيها ونبني فيها لاطون ديالي اخوتي، وغادي نطيبوا واحد الطاجين ناضي في هذه البلاصه الرائعه. غنطيبوا طاجين باللحم الدراري، شي حاجه ناضيه بزاف. ما نطولش عليكم، ليتس جو ونمشيو للمغامره ديالنا الدراري. والله كيبان لي غنضرب بشي عومه ان شاء الله باذن الله. منين نوصل غير نقاد المسائل ديالي. تا شو على منحدر، شو واه دراري، تا شو شو لي المناظر الخلابه. يا سلام، احسن طاجين في احسن بلاصه ان شاء الله باذن الله. وانتم اخوتي بمناسبه قربنا ال 20 كا، انا جيتكم لاحسن منطقه الدراري. ما تنساوش تخلي في كومونتير تقول لي كيفاش جاتكم هذه البلاصه، واش زوينه ولا لا. المهم غنطيبوا فيها طويجين ديال اللحم ناضيه. المهم خوتي اختاريت هاد البلاصه، غادي نوجد لاطون ديالي، نشعل العافيه هنايا الدراري، ونوجد طاجين ناضي بزاف اخوتي. العذاب والله الا عرقت قسما بالله، ما كرهتش نحيد حوايجي كاملين ونبقى بالشورت، ولكن 100% غنضربوا شي عومه. واخيرا بعد معاناه الدراري قديت الخيمه ديالي، قديت كل شيء. دابا غيبقى لي حاجه وحده، غنشعل العافيه باش غنوجد شي دكه ديال اتاي تكون ناضيه نشربها، وغادي نبدا نوجد في الطاجين ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، صراحه منظر رهيب والكالم. سمع الله يتا الكالم، قسما بالله كنموت على شي حاجه سميتها الكالم. المهم الدراري ما نطولش عليكم ونمشي نجمع العواد. دابا المشكل ما زدتش معايا ديك الشاقوره ديالي، غنطلع الفوق نقلب على العواد وغنجيبو ديريكت الدراري، ونشعل العافيه ونبدا نوجد في الطاجين. حيدت الحوايج الدراري، في المود ديال الصهد، وهاد البلاصه سخونه بزاف. دابا طالع للجبل وحفيان اخوتي، ها لبست الشورت. بسم الله،
خوتي والله حتى بغيت شي نهار نستغنى على هاد البريكه، ولكن غير نقلب على شي طريقه تكون مزيانه باش نشعل العافيه وما نبقاش نديها معايا. الدراري شي هاد العود هذا ديال اللوز، طاجينه الدراري طيب فوق العواد ديال اللوز، اول مره غنديرها في حياتي انا، بعدا غنطيب بعود ديال اللوز. المهم الدراري شعلت العافيه دابا، دابا غنبدا نقي الخضره باش نطيب الطاجين ديالنا اخوتي، باش ما نتعطلش ان شاء الله باذن الله في المود ديال الجوع اخوتي. وغادي نهبط ندوركم مزيان في هذه المنطقه اخوتي، غير نطين قاد الطاجين مزيان وغادي ندوركم في هذه المنطقه كامله ان شاء الله باذن الله. هي عندنا البصله، عندنا مطيشه، عندنا خيزو، وعندنا بطاطا. هادشي اللي عندنا غنقيوه الدراري هو الاول. انا وجدت الخضره دابا، نقيتها كامله الدراري، وهذا هو الطاجين اللي غادي ندير هنا في هاد البلاصه الزوينه الدراري. غندير طاجين باللحم ان شاء الله، غيجي الروعه. غنغسل دابا الخضره اخوتي، ودائما الدراري الطريقه البريه، كنتقبوا قرعه بحال هكا كنغسلوا بها بشويه. هنا الا مشات خاصك الماء، خاصك تهبط ليه تل لتحت، وانا ما فيا اللي يهبط. بلاتي تنوجد الماكله ديالي ديك الساعه غنهبطوا. واحد الدكه هي الاولى الدراري، يا بسم الله. سخون 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 سخون. او هذه دكه 5 5، يا بسم الله، مع هذا المنظر الرهيب ومع هاد الحيمات ديال الغلمي ناضين اخوتي. واول مره غادي نستغنى على الزيت، ما غاديش ندير الزيت، مع كاينه الشحمه هنا. ها هو يا بسم الله. دابا غنديروا بصيله هنا الدراري، بصيله الدراري والدريات سموحات. ها بصيله غنديروا دابا يتقلى الدراري، يا بسم الله. دابا نحط الطويجين ديالنا. الله الله، شويه ديال الملحه. ديما الدراري الزبل ديالكم جمعوه، نديروا واحد شويه الثومه الدراري، شويه ديال الثومه هنا. حيمات الثومه، يا سلام. واحد شويه ديال العطريه، شويه ديال الماء. شكون اللي عقل على هاد اللعيبه هادي؟ غنحركو بها. دابا غنغطيو عليه. دابا غادي نبداو نرميو في الخضره ديالنا الدراري. غنحطو خيزو الدراري هنا، هاد القزارة الدراري عطاني علاش واقف، كنقربو بصلة من الفوق. هاهو سد عليها مولاي يطيب. زيدو عويدات، كيبان ليا العافية بدات كطفى. واه اسمع اسمع السقيل، الله الراحة التامة، والله حتى الراحة التامة. ما تنساوش تخليو في كومونتير كي جا الطاجين الدراري، والبلاصة حتى هي والزوينة. الرأي ديالكم اخوتي راه كيهمني. واحد شوية اخوتي غنهبط للواد وغنجيب شي عومة تما بمطار الطاجين. ها
انا على الفيو اخوتي، انا على الفيو، شفيو ناضي من لاطونت. يا سلام. وما اخوتي نخرجوا، يا بسم الله نخرج اخوتي نجيب بكم دوره في هذه البلاصه. الطاجين ديالنا ها هو واجد، شوفوه كيطيب. شوف مع هذا الفيو الناضي. دابا غادي نمشي نجيب بكم شي دوره لتحت ونشوف كان الماء بارد راه ما غنعومش، كان دافي شويه راه غادي نعوم. خوت ما كاين لا صباط ديال التريب لا والو، كاينه العفطه. اول واحد غادي يمشي في هذه البلاصه حفيان الدراري، وانت راه كاين واحد المزرار بحال هكا ما تقدرش تحفط عليه. وانا بدات كترطاب شويه. اسمع اسمع لي خرير المياه. يا سلام. والله تنعيشكم هي العيبه. كاينش الخوف. هذا هو الواد. واه شو رجلي. وو 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 ايوا الرمال المتحركه هنا الدراري، هنا الرمال المتحركه. اسمع اسمع الماء. يا سلام. هذه شي عومه هنا، ولكن اخوتي راه كاين الغيس. شو رجلي، شو رجلي تالي، شو رجلي تالي ضربتها. لا لا هنا خطر، ممنوع العومان هنا الدراري. واحد الديكور اخوتي، شو يا سلام. ياه ناري 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 الدراري. تشو ناري ناري وتو كيف ندير شي نخرج ناري على فلان. دراري جرو ليا مع البلان، تسحبوني كنكذب، راه ما يمكنش تعوم في هاد البلاصة، راه أنا هابط هنا ومريسكي بزاف. شو شو رجلي شو رجلي شو رجلي تالي كتهبط، شو رجلي شو رجلي تالي كتهبط. ناري 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 الرمال المتحركة. بزاف 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 والله جا بزاف قسما بالله. تا شو رجلي شو ومضارب معاها. ناري 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 نحيد من هنا اخوت. واه شو رجليا كي ولاو، نحيد من هنا قبل ما نولي في شي حاجه ماشي هي هذيك. نغسلو رجلينا. واش لقيت؟ لقيت اكبر بوزروقه، اكبر بوزروقه على وجه الارض. غنحلها اكبر بوزروقه غنكتشفوا دابا. ها هي اكبر بوزروقه الدراري، بوزروقه كبيره غناكلها. يا بسم الله راه مزيانه، كيقول لك بوزروق مزيانه، نغسلها وناكلها. ها هي بوزروقه حنينه. يا بسم الله. كيدير هاد الدراري؟ حاشاكم اخوتي، كليت واحد الطرف. ما يمكنش نغسل يديا ونطلع بحالتي الطاجين عندي. المهم تما بلاصة خطيرة اخوتي، كنت باغي نعوم ولكن ماشي ديال العومان، وكو كانت غير الارض قاصحة فين تحفظ. وتصور معايا تدخل داخل وتوقف بحكا وتهبط كامل. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، غنطلع. راه هي السميشه ديالي، راه هي الخيمه ديالي، ها هي ها هي هنا حدا هاد الشجره الدراري. الله
نطلع الطوجين ديالنا. الله طاطا طابت الدراري. بنين. ودابا الدراري وقت المعقول. يا بسم الله الطويجين طاب. قول لي كي جا. يا سلام. يا بسم الله. احسن طاجين احسن بلاصه اخوتي. كيكه ديال اتاي. بسم الله. اي ما بقاش لي اتاي. المشكلة ما جايبش جيبات عميرة. ماشي مشكل ماشي مشكل. يا بسم الله. راه باقي سخونة الدراري. شي البلول فيه بط. نغمس من هنا. طاجين ناضي الدراري والله حتى ناضي. مع الطبيعة الجميلة. حلوة. الحمد لله الحمد لله على كل حال. نار. غنبقى نضرب فيه غير بشويه بشويه تنكملو كامل اخوتي. المهم خوتي تحرك البرد بزاف، لبس حويجي، قصيت الطاجين، كل شيء داز هو هذاك. ما تنساوش تخلي في كومونتير تقول لي كيفاش جا الطاجين وكيفاش جاتكم هذه البلاصه الزوينه. المهم خوتي لو وصلتوا لي هذا الفيديو 6000 لايك غادي نجي لهذه البلاصه وغادي نبات فيها، غندوز فيها 24 ساعه الدراري. المهم خوتي دوزت النهار هنايا، عجبتني تجربه ناضيه. دوز بزاف ديال المعاناه صراحه الدراري. مرت صراحه من ناحيه الحويج مرت بزاف اخوتي. المهم اخوتي ضربني البرد شي اللي كاين اخوتي. لا عجبك الفيديو ما تنسى سبسكرايب لايك وتخلي لي شي كومونتير وتبارطاجي مع اصحابك. وان شاء الله لو وصلتوا لي هذا الفيديو ل 6000 لايك غادي نجي هنا وغندوز 24 ساعه هنا وغندخل لديك الجزيره الدراري. ما غندوزش هنا في هذه البلاصه، غندخل لديك الجزيره الصغيره. كاين واحد الجبل تما، هذاك الجبل غادي ندوز فيه 24 ساعه اخوتي. وتحياتي، نتلاقاو في فيديو الجاي ومغامره جديده وتجربه جديده.